السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالبة نسرين جلوجي من ولاية سطيف، أدرس سنة ثانية ليسانس تخصص علوم الطبيعة والحياة بجامعة سطيف، أبلغ من العمر 19 سنة. بدأت رحلتي مع القرآن الكريم منذ الصغر، وذلك بحرص من الوالدين الكريمين، خاصة الوالدة حفظها الله، وذلك على يد شيخي الفاضل الشيخ مهدي خرشي. ثم انتقلت بعدها إلى قسم الإجازة على يدي الشيخين الفاضلين الشيخ عمر قاسمي والشيخ خالد شايب. بدأت رحلتي مع القرآن الكريم في سن مبكر، وذلك بحرص من الوالدين الكريمين، وخاصة والدتي حفظها الله، فقد حرصت كل الحرص على التحاقي بالمسجد، فأسأل الله تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء وأن ألبس والدي تاج الوقار يوم القيامة. مرحبا يا نسرين، مستعدة إن شاء الله؟ نعم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب افتحي المصحف على الصفحة 283 واقرأي من سورة الإسراء من قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حسبك. بارك الله فيك أختي نسرين على هذه التلاوة.